حطيت واحد الكيكه مشوكه في بالشعريه ديال الصفا مية واخا. الطريقه عندنا كاس ديال اللبن، عندنا جوج بيضات، عندنا كاس لاروب ديال السكر كلاصي، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا جوج خمارات، وعندنا جوج فاني. هادشي بالنسبه للكيكه. مية تنخدمو جوج البيضات مزيان مع كاس لاروب ديال السكر كلاصي مع كاس ديال السنيده مع قويصه ديال الملح، تنخدموهم مزيان، عاد تنضيفو ليهم، تنحطوهم في الفاني، تنديرو جوج كيسان ديال وكاس تاع الكوك. كاس الكوك من الافضل يكون داك الكوك اللي ماشي غليظ بزاف. كاس تاع الكوك مع جوج كيسان ديال الفول، تنديروهم في واحد البنيو، تنخويو عليهم جوج خمارات وفاني، وتنخلط الخليط مزيان. الكيكه ديالنا حنا تنديروها طيب. تنديرو مقله اللي ما تتلصقش، تنديرو فيها جوج معالق ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الزبده، وتندير واحد الفينه ديال الشعريه ديال الصفه. ايه تتحمر مزيان، ما تنديروها تحمر حتى تتقرب الكيكه، صافي غادي نخرجوها من الفران. تنخرجوا ديك الشعريه تتولي عندنا ذهبيه، غير تنخرجوا الكيكه ديالنا تنسرحوها فوق من هذيك الكيكه. تنسرحوها مزيان، تنشدوا واحد كاس خور لاروب ديال السنيده، تنديروا في كاسرونه، تنقصوا عليه البوطه، تنخليوه بحال غادي يولي كراميل. حتى تيدوب الراس. كيفما هو يدوب تنخويو عليه حنا السترو ديال الحليب. نخوي عليه السترو ديال الحليب، تنخويو عليه فاني وخمارة ديال الحلوى، وحنا تنحركو. حنا تنحركو مزيان حتى تيولي عندنا داك الحليب تيتبدل اللون، تيولي بحال المارو. وتنخويو على الكيكة. من الافضل اللي كانت ديك الكيكه مديوره تبقى كي تتحل من الجناب. من الجناب تيكون افضل. تنخويو عليها وترجعوها للفران، تيبان لينا صافي راه ولا بحال نطلو عليها من الفوق، صافي تنخرجوها. ايه تنخليوها حتى تتبرد وراهي تجي زوينه. يعطيك الصحه.